عسلامة الأولاد، أشنو أحوالكم؟ روحنا من المكتب وتوا ستة نتاع العشية، حلينا هيك التليفزة وقعدنا نتفرجوا في كوجينتنا هكا بجنب ماما. وأنا اليوم قبل ما ماما تشوف الغوسات، أنا عندي ليكم إيدي سوربريز في البوليغيو لو باني، ومعها بيان سور كيما استانسنا لي زانغريديون نتاع الباني الكل. الباني توا استانسنا لازم يكون فيه حاجة مالحة، لازم يكون فيه فروي والا ليغوم، لازم يكون فيه حويجه حلوه اللي هي البوليغيو. اليوم حضرت لكم دي بوم دو تير، هاكم مقصوصين ومفوحين مليح مليح، معاهم النعناع والكليل والزعتر، فوحناهم بالكدا بالكدا البوم دو تير طايب هذيك، حطينا معاه فرماج، زدنا عملنا لكم البوري نتاع البيتراف، هاكا حاجه فيها غله خضره، واش البيتراف بوري نتاع البيتراف بني برشا راهو. ان ساعات نعمل بيدي فيغين ياسر ياسر بلي، جربوه لو راكم باش تعجبكم وباش تحبوه. ومعاهم هما نجيو توا للغوسيت سوربريز نتاع بوليغيو لو باني. انا اليوم نستحق كعبه مفين جو ابريكو، هذه هي اللي اخترتها لليوم، معاها الرب نتاع التمر ومعاها لي فروي سيك. شنو باش نعملو؟ باش نعملو كعيبه بوليغيو فيها رب التمر وفيها الفروي سيك، ما فيها حتى شيء. ناخذو كعبه البوليغيو نخليوها كيما هي في وسط الكاسات نتاعها هكاكا، معناتها ما نحيوهاش. من بعد نجيو للرب نتاع التمر، نعملو بها التوبينغ بالرب نتاع التمر، وباللي عندنا فروي سيك في الدار حطيتهم مع بعضهم وزينتهم باش تخرج لنا كعيبه هكا بوليغيو بالفيكيا كيما تشوفوا فيها هكا، هكا فيكيا والتمر كيف كيف. ان شاء الله تكون عجبتكم ليدي سوربريز نتاع بوليغيو نتاع اليوم، جربوها في دياركم، وغدوه 6 نتاع العشيه تستناوني انا ونستناكم انتم زاده باش تتفرجوا فينا، نعطيكم دوتر ايدي للباني نتاعكم. ملا نتقابلوا غدوه، ادما بمساهمه عسلامة، شنو احوالكم؟ تتفرجوا في كوجينتنا هكا، واليوم عندي لكم دو غوسيت، واحده مالحه والاخرى حلوه. المالح هو البلا برينسيبال والحلو هو الديسير، والا زيدا النجمو ديما كيما كل مره نعملوا فيها حاجه حلوه نقولوا هكا تقعد بها القهوه العشيه ولا الكيستي ولا قهوه الصباح، تقعد حاجه حلوه هكا كل ما نشتهيو ناخذوا ناكلوا منها شويه. الحويجه الحلوه هي البسبوسه، فوالا بسبوسه باش نعملوها في الدار اليوم. والبلا برينسيبال المالح باش نعملوا روز ازعر بالدجاج ومعاه الخضره، فعلا مش الخضره الكل، معاه اسفناليه ومعاه الجلبانه، فوالا ما فيه حتى شيء. البلا انا كي تلقاني نزرب برشا في الدار ويزمني نطيب للاولاد ماكله متوازنه، اول حاجه تجي لمخي هي الروز هذا، خاطر ياكلوه يحبوه الاولاد، ما يشدش برشا وقت في التطيب، وجو غارونتي ديما اللي هما ياكلوا في بلا براتيكمون فيه كل شيء، فيه الخضره، فيه الروز اللي هو في بقعة البلي وكل شيء، وفيه الدجاج حسيلو دونك، وما يشدش برشا وقت سورتو انا هذاك علاش قلت لكم كي نحير ونبدا مزروبه، ما يشدش برشا وقت في التطيب. ليه الحكايه الكل من الاول جوست باش نحمروا الدجاج نتاعنا خاطر باش ياخذ شويه لون هكا، ومن بعد كيف اون فوا حطينا كل شيء على النار نمرقوا نرجعوا لي زانغريديون الكل، نسكروا على الطنجرة ونخليه الروز حتى لين ينشح في الماء نتاعو. الروز اللي عندنا نتاع اليوم باغ كونطر الكيله اللي باش نطيبوا بها، كنت تفكروا شي لاستوس نتاع يلزمك تخلي بون ناش تسميوه هذا، معناتها كي تحط صباعك هكا في الماء تخلي كرسوع وشي كم تبيس تلعب هذاك بكري نقولوا له هذاك، تخلي كرسوع يظهر لي اسمه كرسوع ما تضحكوش عليا، تخلي الكرسوع بتاعها كي ذاك الماء يبدا فوق الروز بالكل. سينو تحبوا ترجعوا تعملوا بك الطريقه التقليديه نتاع كل بول عليها زوز ماء، انا هذا اللي باش نطيب به اليوم. كيفاش باش نطيب؟ طريقه ترتيب الروز نتاع اليوم به. شنو باش نعمل؟ باش نفوحوا كايبات التريفات اللحم نتاعنا، خذيت انا اليوم لي بيلون دو بولي
دونك شفوحوهم بشويه فلفل اكحل وشويه ملح. هذا من اللول جست باش يمشي يتحمروا في الزيت غادي ياخذوا لون، نعاودوا نقيموهم كما نحطوا من بعد البصل يتذبل واحنا ماشيين هكاك. باهي نورمالمون زيت سخن سخن وي مادام سمعنا تش شويه هكا معناتها راهو الزيت نتاعنا سخن ديجا. هذم من هوني ومن هوني يحمروا مش يحمروا هما يوليو لونهم هكا ان تو بتي بو دوغي. خرجوهم نحطوهم في صحين خاطر باش نعاودو نرجعوهم مره اخرى. هات نحضر صحن الساعة اللي باش نحط فيه لي بولي. هذا الصحن اللي باش تخرج فيه البولي بعد ما يطيب. هلا يا سيدي نجيو هكا فك الزيت هذاك انا جوست يصفارو شويه يوليو دوغي معناه مش باش نقليوهم احنا كومبليتمون خاطر ديجا باش يرجعوا من بعد للطنجره ويكملوا يطيبوا في عقلهم مع الروز ومع السفناريه ومع الجلبانه كيف كيف. وقت الجلبانه تو هي لما حاله غاليه نار، اما بون غاليه الخضره كل غاليه السنة والله. قبل وقت اللي كنا نشريو الجلبانه تفكر ماما تشري الشكاره الكبيره اللي قعدنا اكلي عندك عقاب في الدار تفصص الجلبانه تعدي سبت عشيه. تصورنا احنا توا سبت عشيه تفصص في الجلبانه عاتي لصغيرك مثلا، ماما كانت تعمل لنا كيكه سبت عشيه لاكتيفيتي لاكتيفيتي هي صح تقعد تفصص في الجلبانه والفول الفصاص. اوش فصصنا الجلبانه والفول الفصاص عاد جبود حديثنا على كيفاش الخضره بالحق ياسر ياسر غاليه والله. نورمالمون توا وقت عولة الجلبانه هكا نعولوا بالكدا بالكدا كيما نعرفينا وتخبيو بكريمتنا تكنجل الجلبانه تعدي شتا كامل وصيف كامل وقت اللي تشتي تجبد الجلبانه الكونجلي. كواكو من بعد ولاو يقولوا ليه ها راهو مش باهي الحاجات المكنجله فك علينا من المكنجل حاسيلو. هايا يا سيدي كعبيت البيلان تاعي نورمالمون ولاو دوغي كيما شفناهم باش نخرجوها ونكملوا نحطوا نذبلوا البصل وباش نكملوا نخلطوا عليهم بعد الروز كيف كيف. فوالا هيت نحطوا البصل يذبل هو خلطوا عليه الروز شيسع حتى الروز باش نحمروه فنحمروه شويه هكا في الزيت كمان شي يتحمر شويه. نذبلوا هكا ونخلطوا الروز. انا ساعات نحط هكا فص زبده مع الزيت كي نجي باش نحمر الروز هكاك زدت شي مطعمها بني فما الشعريه زاده عملت لكم شعريه انا حتى مره المره الجايه نعملوا شعريه شعريه بالفيكيا ان شاء الله حتى الفيكيا زاده توا دخلت لها انت الفيكيا اما والله طريقه الشعريه زاده تعلمتها لنا حبيب علمتها لي اول مره حبيبتنا انا ما كنتش نعرفها في دارنا ما نطيبوهاش حبيبتنا علمتها لي ومن بعد وليت هكا كي نحب نفرح بالضيف باش يجي بحذانا نعملوا شعريه بالفيكيا نعملوا معاها قلة اللحم حسيلو شهي فيكم قاعده. الروز تو نشوفوه هكا يبدا دوب الليش يتلون راهو مش باش نحرقوه دوب الليش يتلون كواكو انا فما دي بلا نردو لون شويه هكا يولي دوغي اكثر شويه من دوغي والله يجي مبنو مبنو كي تلقاها ملوق. هاي يا سيدي عملنا الروز كملناه باش نجيو توا نحطو الثوم هكا خلطوه توا باش تبدا تخرج ريحة الطنجرة نتاعنا بشوية بشوية. نحطو الثوم نحطو كل شيء اللي قعد الكل وشو اللي قعد الكل هو معناها الجلبانة والسفناريا خلطوهم هذا نفوحوا باش نفوح انا باش نفوح بالكركم كان تحبوه يقعد زاده ابيض هكاك زاد تنجموا راهو
انا قلت لكم ذاك اللي نعمله للصغار نبدا نزرب نخليه ابيض. ما هذا باش نعملو اصفر شويه كمام احنا ازعر معناتها. وباش نحطو فيه راس الحانوت هذايا ولا هو فيه مخلط كيف كيف زاد يبان. اما الناشي هذا شي نجي ونحطو اكلي بيلان نرجعوهم في وسط الطنجره. نسيت الفلفل الاكحل والملح بيان سور. فلفل الاكحل وملح سينو تجي الطنجره مسوسه. طرف فلفل طرف ملح طرف فلفل الاكحل فوالا هاي نرجعو لي بيلون. شفتوا كي قلت لكم طنجره ما تشدش برشا وقت ولا نقعد بيتا في اللي تقعد يقعد حاير في الكوجينه ويحير بوقفه الكوجينه في شايره. ساعات اكثر بلاي نجم يشد لك وقت هو نص ساعه بين تركيب وتقفل على الطنجره. هذه كملنا حطيناهم توا باش نحطوا الماء كيما قلت لكم انا بالضبط. تبعوني معناه الماء باش يغم الروز باش يغم الروز الكل باللي بيلون بيان سور هاوكا وباش يقعد هو الحق سخون. هذا مش نجم نقيس با عيني ميزان مش نجم نحط تغسيلي مصموطه هوني باش نزيدو شويه الماء بالعين. شو عين تو عين باش تخرج لي انا قداش كرسوع ولا شنو اسمه ذاك تعرفوا يعرفوا الاولاد ذي اللي لعبوا البيس بكري صورني ايه شنو اسمه نسال فيكم شنو اسمه. نزيدو كمان شويه مي ما تعرفش كيفاش باش نعمل تو نقيس بالمغرفه انا ما وي نورمالمون هذاك هو اللي قلت لكم عليه بالضبط. هذا يا سيدي نخليوه يطيب هكا عينينا ميزاننا نبدا ساعه ساعه وردوا بالكم هكا عينيكم على الطنجره ما تخليوش النار على ما تجيب ما كانش الروز ما يطيبش. الروز يطيب يحب روحه يطيب سله سله بشويه خاطر كي يد النار هكا على ما تجيب قالت امي ما يطيبش الروز. نخليوه هذاك ونجيو نعملو البسبوسه نتاعنا. البسبوسه اليوم باش نطيبوها بالسميد المتوسط نتاع رندا هذاك الباكو اللي لونه موف. دونك هذا هو لانغريديون برينسيبال نتاع البسبوسه السميد. بسبوسه ذكرني بخويا سامي بكري كنا ناخذ مصروفنا في قليبيا بكري كنا ناخذ مصروفنا في الصيف باش نمشيو نهبطوا للبرت. كون البرت كان هو البلاصة اللي نمشيو نتفرهدو فيها ندورو قبل ما يولي برت نتاع حوت. عادة أنا كم الكبيرة فيهم أنا ياخو دينار مصروفي سامي خويا ياخو 500 وبليل ياخو 500 هذوما مصروفنا مصروف الليلة مش شوية راهو نحكيو على عام 90 ولا قدي مش شوية بالكل. دونك الدينار نتاعي تمشي بس بوسة لسامي ال 500 نتاع سامي تمشي بس بوسة لسامي وال 500 نتاع بليل تمشي بس بوسة لسامي ونروحو احنا شيء. هكا كنت تفرج فيا مرته بربي يعملوا البسبوسه في الدار باش نعطيكم الغصيط نتاع البسبوسه. دونك هذي حكيت والله وين نشوف البسبوسه نتذكر ايام البرت هذوك. يلزمنا يا سيدي 500 غرام دونك نص كيلو نتاع سميد المتوسط هذاك اللي نعاود نقول لكم اللي هو الباكو الموف نتاع رندا. عندي هوني 140 مليلتر حليب عندي 100 غرام سكر عندي 250 غرام زبده ذوبناها كريم ليكيد والخميره وشنو اخر يا سمر شنو اخر اي السيرو اللي ديجا طيبناه وحضرناه هكا شفناه تنشوفوا كيف انه التكستور نتاعو ماهوش عاقد خاطر هذاك اللي باش نسقيو به من بعد البسبوسه بعد ما نهزوها للفور. بيان سور الفور قبل ما نبداو نطيبو حطوه يسخن 180 دوغري ونبداو نحضروا البسبوسه نتاعنا. باه حطوا صحفه ساعه باش نخلطوا فيها باش نبداو نخلطوا من الاول الحاجات الشايحين الكل مع بعضهم. دونك اللي هما احنا شنو عندنا هوني عندنا السميد 500 غرام عندنا السكر 100 غرام وطاطون وكالطنجره هاي كامل غازي
وعندنا الخميرة 5 غرامات خميرة متاع جاتو، مش خميرة متاع، مش خميرة الخبز، خميرة الجاتو. هذم يتخلطوا الكل مع بعضهم، ومن بعد بطبيعتنا باش نزيدوهم بشوية بشوية الحليب والكريم ليكيد. ها هي ما فيها شيء، طلعت الحكاية مشاو فلوسك يا سمر متاع الصيف 500 والدينار على طرف سميد وطرف سكر، وهي صاليسة ميك غنيك اسمها بسبوسة، هي بنينة راه سقطوا في رمضان حبها. أما قعدت هو ما نشوفها نتذكر دايوغ قعدنا لتوا في دارنا كي نجيو مروحين وتعرضنا بسبوسة نشريوها لسامي. سامي كان تفرش فيه بضحتك، خلي باكل تونس الكل تعرف. أي سيدي بعد ما كملنا خلطناها توا باش نزيدو نخلطو عليها الزبدة قبل. فوالا 250 غرام زبدة ذايبة، هي ذوبناه باش نزيدوها الحليب 140 مليليتر حليب. وباش نزيدوها الكريم ليكيد. فوالا غنتفقد الطنجرة، جاتني كاني تغلي أكثر من اللي يلزم، هاي قريب تطيب. نقصت شي خيانة على النار. فوالا خليها تطيب في عقلها. كامل نخلط البسبوسة هذيا، تنحكي لكم على الشحور كيفاش يتحط. الشحور اذا كان البسبوسه خرجوها سخونه من الفور، دونك الشحور لازم يكون بارد. اذا كان حطينا البسبوسه وخرجناها ونجم نكونوا نسهاو سبحان الله وخليناها بردت، هوني يلزمنا نسخنوا الشحور. دونك ما يجيش الشحور سخون وبسبوسه سخونه، وما يجيش بسبوسه بارده والشحور بارد. هذه هي لاستيوس نتاع الشحور، هكاك باش يدخل هو في بعضه والبسبوسه تشرب الشحور نتاعها في عقلها. شبع سكر البسبوسة به والله. تعرف هكا كي امه هاتنا كي قاعده تعملك في حاجه وتمرجك عليها هكاك، هي عملت لكم بسبوسه مرجتكم عليها. هيا خلطنا هذا الكل باش نجيو نحطوه في البلاتو هذا اللي باش نهزوه للفور. هكا جوست نثبتوا اللي لي زانغريديون كلهم دخلوا في بعضهم. وليت عندنا معناتها وحده خليط هوموجين جينس العربيه الفصحى، خليط متجانس. هو نصبوه هوني فوالا، هذه هي هاكا. قبل ما نحطوها في الفور نعملوا البلايص نتاع الابراج نتاع البسبوسه بالسكينه. اها هذه هي. ها نسيت لي انا باش نحطوا فيها كعبات بفريوه، بكري حطوا فيها اللوز، راه البسبوسه الحق حطوا فيها كعبه لوز، حطوا فيها بفريوه. قبل ما نمشيو نجيو لهوني ونقسموها هكا. فوالا وبابا توا باش نحطو جست كعبات البوفريوه هذوكم. كان عندكم لوز كيكة تطلع لكم بسبوسه على بزو معناه. الفور ديجا سخون 180 دوغري، واحنا باش نحطو البسبوسه نتاعنا نتاع نصيف ساعه. خرجوها سخونه الشحور بارد باش نشحروها. هاي حطها في الفور فوالا، حطها في الفور. نتفقد طنجرتي هذيا، هاي قريب تطيب ديجا، قريب الروز يشيح بالضبط على الماء نتاعو. انا نورمالمون نرجع لكم شويه اخر نزين الروز نتاعي في صحنه ونشحر نورمالمون البسبوسه واكهو. هذا هو شفتني محذقني كملت اليوم في ساعة. هيا أتو تلوخ خنكمل الساعة لحظة بركة يا جماعة. سخنت الشحور على خاطر خليت
البسبوسة بردت دونك سخنت الشحور باش نكمل نحطها تشرب في عقلها. خلطتوا عليا وانا هوني نشحر. اي اللي تابمت الشحور هذه مهمة ياسر ياسر في البسبوسة. دونك كيما قلت لكم اذا كان بردتوها كان بردت البسبوسة سخنوا الشحور وشحروا في عقلكم كل مرة هكا زيدوا شوية. وانا كيما شفتوني الروز بعد ما وقف على ماه كيما حب هو حاضر هكا زينته هو واللي بيلون متاع البولي. انا هذا هو المنيو متاع اليوم، ما كثرتش عليكم ما طولتش عليكم جدا. ان شاء الله نتلاقاو انا وياكم غدوه نفس الوقت هذا 6 نتاع العشيه على نسمه جديده في كوجينتنا هكا. هاي في لامين نكمل نسقي انا هوني الشحور في لامين. بمساهمة